خير كلين ديالنا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم عاوتاني فاك ديال العاوتة، ومبروك علينا هذا الشيء وهادي، والله يرحمنا يا رب العالمين. اليوم سي حسين فاك الهوتة فاك الدراوش، ولفناه مع الهوتة تمن تمن الهوتة. قرب عندي انا اختي كلول كليجة ديال الحرير، جودة اولى، شي حاجة غزالة انيقة. هادي بوحدة كدير 600 درهم. هاد الفاك اللول غادي نطلقو ليك، هادي بوحدة كدير 600 درهم. هاد الكليجة حسين غادي نطلقها لك وشوف. الكليان لي خداو منا راه عارفين. ثلاثة متر على متر ونص، هادي تكشيطة الفوق، ثلاثة متر ديال الدفينة وثلاثة متر ديال لاصو. تكشيطة غزالة ديال الكليجة، سبية سامبل. الثمن ديالها بوحدة كدير 600 درهم. وانت كتشوف لا طومبي ديالها كيفاش داير طايحة، شي حاجة غزالة. دا الشاق الأناقة، هذا باك الهوتة، باك الدراوش، باك العريسات اللي ناوي على شي خدمة ان شاء الله، الله يكمل بخير. هانت هادي البياسة الأولى، أنا والفلان في الكلوكا، هاي كليجة، جلابة، راه خويا راه متعو متعو، جوهرة ديال الحرير، مع جلابة ديال الكب، جلابة دو بياس، جلابة وقميص، مع الفولار ديالها، بوشي دو سوا، خمي سوا، راه مع الله فيهم، تكشيطة، الهوتة الهوتة الهوتة. صباح الرباح والمرا المتاع، أنا حبيبي خطان مالك طايح بزاف، الكار ديالو رطب ما يتبطل ما والو، أنا حبيبي. بغيتي ديري قفطان اون بيز، بغيتي تزيدي تحتية وديري تا هو لبسات كشيطة، حتى هو راه يجي شي حاجة غزالة وأنيقة. والثمن ديال هذا بوحدو راه كيدير 800 درهم، كليجه بوحده كدير 600 درهم، كريبو كليجه راه 350 درهم بلا فولار، يعني المجموع كامل في شي 1700 ولا 1800 درهم، حنا هذا الباك درنا ليه 1300 درهم، الثمن بارك الله يجعل بارك، صباح الرباح والمرا المرتاح، كلشي لاباس، عودنا الكليان ديالنا على الهوته، كنا غنعاودو ندوزو لواحد الباك بزاف تحت الطلب. أغلبية الكليان ديالنا والعريسات اللي الكليان ديالنا تواصلوا معنا على دي باك، قلنا غادي نوجدوا لهم شي باك ديال الهوتة باش هما نشجعوهم نديروا معاهم المبادرة، والله يكمل بالخير. ألو غاير بخومييغ بياس، نروح بخومييغ شوا، هذا بوحدو كيدير 800 900 درهم، هاو جلابة ديال الكحب مع قفطي قميص، هذا بوحدو بغيتي ديريه قميص تستغليه، بغيتي دير هادي جلابة ديرها، بغيتي ديرهم دو بيس ديرهم، وهذا أن بتي فولاغ، هو راه كبير مي هذا غير أن فولاغ، داخل فيه لي دو كولوغ، يعني بغيتي ديريه مع جوهرة تلبسيه، بغيتي تلبسيه مع الكريب حتى هو يجيك معاه، راه لي دو كولوغ داخلين فيه، هاهي دو بيس 350 درهم بلا فولار، هذاك فولار نحسبوه كادو من المحل، نزيدوها واحد الكليجة، الكليجة هاهي، شي حاجة غزالة تاهي، وأنيقة، والمتراج 3 متر. يعني لبسات كشيطة وقفطان وجلابة وقميص 1300 درهم، باك الهوتة هذا الباك اللون. دابا غنشوفو اللوينات، كاين هاد الكليجة هادي شي حاجة غزالة تا هي، 3 متر على متر ونص، نهضرو مع قفطان ديال لاصوا، يعني تجي لبسات كشيطة ومعاها جلابة وقميص. هذا الباك الثاني غنحاول نجرب شويه باش نقدر ندوزهم لك، شوف معايا اللوينات كيجيوك اللوينات اسي حمزه صراحه، الفين اصوخ اجوهرة د الحرير، ها على طومبي ديالك اجوهرة د الحرير، اكريب دو سوا ديال كوريا جودة اولى 200 درهم، 200 درهم 400 درهم، الفولار 450، وتليجا 600 درهم، وقفطان 800 درهم، حنا وصلنا في 2000 درهم، الباك كامل 1300 درهم. شوف معايا البروشي كيفاش دايره، راه ميليتر كيك
شي حاجه غزاله وجوده اولى صراحه. كنا درنا فيهم واحد لوبونس وماشي بالتزوق بزوق اخرين مع اللامي حتى هما لقاو واحد الاقبال لقاو واحد الطلب غزال صراحه. تمشاو لينا مشاو فيهم اللوينات قلنا علاش من هاد لي بروشي علاش ما نديروش بهم لي باك وصايبو بهم شي حاجه غزاله وتكون في المتناول بثمن غزال اللي هو 1300 درهم. انت راه 800 على 400 على 600 راه 1800 درهم باك كامل دابا 1300 درهم ناقص عليك 500 درهم. الباك الثاني هذا دابا نشوفوا الباك الثالث شوف معايا البروشي كيفاش داير. الا لاحظتي راه حتى البروشي حاولنا ننوعوا صراحه ماشي نفس الزواقه وماشي نفس الشكل تشكيله متنوعه. شوف معايا الكريمي هذا الوين ديال العريسات ديال المويبات اللي بغيت يهلا في مويبته. الميتراج ديال البروشي كاملين 3 متر على متر ونص يعني وافي دير قفطان دير لبساتك شيطان اللي عشقات خاطرك توكل على الله لبسي مع راسات. انا عاود ثاني انا من اللوينات ولا اصوختي ما تذكروش عليها هو راه باين جوهره ديال الحلاب شي حاجه غزاله مع الكريب ديال كوريا. كي قلت لك هضره بغات ديرو جلاب ولا قفطان كيبقى ليها شي شوا بغات دير هذا قميص بغات ديرو دو بيس ديرو دو بيس اللي بغيتي ومع الفولار ديالها اصوختي شي حاجه غزاله و تري طوندونس وقت هاد التويبات هادو. الوغ غالو بغوشي هاد جلاب و قميص راهي تليج شي حاجه غزاله و انيق تبرع عليا مع راساتي. كي تنقولو ديما البركه كاينه والربح الكبير هو وجوهكم. مرحبا بمتابعين جداد ديالنا لي زابوني جداد. العنوان ديالنا راه الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محله الورد الدار البيضاء. المعلومات نويمرات صندوق الوصف ولا في اول كومونتير. اللي خدات شي حاجه من هاد لابخومو صحتها وراحتها اللي ما خداتش تاخذ ما احسن ان شاء الله. انا حبيبي كولار تاهو ما تذكروش عليه راه ديما اصوفت. هاهي جوار ديال الحرير ومع جلابة ديال الكخيب شي حاجة غزالة وأنيقة طوب. هدا باك العريسات أولا باك لهوتا باك الخواتات صحابات لي شهوتا في شي بغوشي وصاحبتا باغا جلابة وقميص وصاحبتا لخرى باغا شي لبيسة ديال التليجة. أو باك سافا كوتي موشيك بو بخوب بيغسون. شوف معايا هدا الصومو هديك الزوقة لي دوزنا في الغوز هاهي الصومو كلير شي حاجه غزاله وانيقه و تري طوندونس يعني باك فيه لبيسه وقفيطين وجلابه وقميص ب 1300 درهم ثمن غزال وثمن انيق ثمن مشجع. شوف معايا عاوتاني هاد البروشي هذا يعني بازينات على اللوينات ديال العريسات اللوينات ديال المهمات اللي شهوتها في شي حاجه وعشقاتها توكل على الله. واللي خدا شي حاجه بالصحه والراحه اللي ما خداتش تقف محسن. اغلبيه الكليان اللي كيتواصلوا على لي زارتيكل اللي كيكونوا ديجا تسالاو الا عجبات شي حاجه وما استفدتيش من البرومو ديالها حاولي تخليها لينا في شي كومونتير وحنا غنوجدوا لك فيديو لا باقا منه شي حاجه ارتيكل غادي نحاولوا نلبيو لك داك الطلب. شوف معايا عاوتاني هذا بلو ماغي فولار ديالو فولار راه هو اصلا اختراعي جوهره ديال الحرير مع كاب كوريا سامبل. حاولنا نبازيو عليهم طون سوغ طون باش الا كانوا عريسات ما بغيناش نجرؤوا لهم في الالوان يكونوا الوينات من ايد بينو ديسكري ويكون حتى لو شوا. هادي كليجه في البيج داز فيها الغوز داز فيها السومون هذا البيج اولا الزرعي ولا القمحي ولا كلا كيفاش كيسميه حتى هو لوين غزال وتليجه غزاله. انت كتشوف لا طومبي ديالها كتبان لك لا طومبي ديالها سي زوينه شي حاجه غزاله. وكي تنقولوا ديما الخيط اللي كتشكر الثوب هذه راه تخدمها من السد الزيري بالعقيدات تجي شي حاجه غزاله وملكيه. الخيط اللي كتشكر الثوب ديال السوق انا الثاني انا الثاني شوف معنا اللوينات السي حسين انا غوشي دو سوا ديال تركيا جوده اولى شي حاجه غزاله. هذا مازال يتنبات مازال يتطراز مازال لافاسون كي تنقولو ديما لك كتشقر الثوب بغيتي تخليه كيف هو تسلي منو قفيطين غزال وديري فيه شي خياطه زوينه بالزواق ولا بالكاتر فيه وتطلعي فيه شي حاجه غزال. هذا شوف معايا الباكيت
كاين عاوتاني هاد الثلجه هادي شي حاجه غزاله 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 غزاله. اغلبيه الكليات دابا اللي متابعين الموضه راه كتشوفوا هاد الشكيله سير انستغرام في لي موديل في لي ريزو سوسيو، راه شي حاجه غزاله وانيقه. انت قفطان راه دايرين لها ديال الكافالي، هذا راه بوحدو كيجي قفطان وكيتشطرز ويتلبت، هذا راه بوحدو كدير 600 درهم. دابا حنا حاولنا نديرو واحد لوطخ في هاد لو باك، انا قلت شي ثمن مشجع ومبادره مع المتابعين ديالنا ومع لاكليون ديال تنحاولوا نشكرهم بطريقتنا ونرحبوا بالجميع. الحمد لله كيف العاده الاسره الغانو كتزاد نهار على نهار، هذا اللي كيخلينا نفكروا في افكار اخرين ودي بروموسيون اخرين باش الناس اللي ما استفدتش في لي بروم اللي دازو تحاول تستافد في افكار جديده. شوف معايا هاد الخيم هذا حمقني، شوف شوف معايا شوف صراحه كي جاك المريض ديال العروسه هذه، هذا فيلير ديال لاسوا كريمي مع جوهره بروكاسي والكريم ديالها حتى هو كريمي، لوين غزال كنقولوا ادمي لوين مئدب. حنا حاولنا ندوقو لكم الباك الاول والباك الاخرين دوزنا لكم اللوينات، شي حاجه غزاله تخي طوندونس. كنقولوا ديما كنبازو على التويبات ديال لا سيزون اللي عليهم الموضه، ها هو البروشي ديالهم هنا حبيبي، بغيتي تسوق شي حاجه غزاله وانيقه. والثمن الثمن هو 1300 درهم السي حسين، تبارك الله. راه شكيله ديال الهبال باكات غزالين، قلنا ندوز لكم هذه الفكره ولا لقات الاقبال نقدروا نبدعوا شي فكره اخرى ان شاء الله. هذا هو لو باك انا نقدوه باش اللي بغى يدير لي سكريم. والثمن السي حسين الثمن 1300 درهم، اللي خدا شي حاجه من هذه التشكيله الصحة والراحة، اللي ما خداتش تاخذ بحسن إن شاء الله. مبروك عليكم هذا الخير، مبروك عليكم هذا الشيوا. الناس اللي كتسول على الميفا كشمير اللوينات راه ديسبونيبل، اللي بغات 3 متر فيها راه كاينة. شوف معنا اللوينات على السي حسين، أنا حبيبي الخير راه موجود. كاينين اللي كيتواصلوا معنا وباقيين كيسولوا على الميفا كشمير، راه فيها اللوينات واللي بغات الميتراج راه كاين، كمية غير محدودة، اللوينات موجودين. عندنا شي استفسار اللي شاف شي تويب داز ولا شي حب قديم ولا شي اختي مازال عاجبها وما استفدتش منه، تحاول تخلي لنا في كومونتير وغادي نجاوبوا معاك وغادي نبيعوا لك الطلب ديالك. صباحكم مبروك، مبروك عليكم هذا الخير، واللي خدا شي حاجه من هذا الباك الله يكمل بالخير. السلام عليكم.